عسلامة. عسلامة بنتي. لباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك. شنو القناة هذه يا سي؟ نيو ميديا تي في. إيه مرحبا. عايش وبيك أكثر. اخترت اليوم باش تشاركنا تجربتك مع الهجرة. إيه. وين هاجرت؟ هاجرت لإيطاليا. لإيطاليا. إيه. أول مرة وقتاش؟ أول مرة 96 ورجعت في 94. هاك فيسا فيسا بالفيسا فهمت مفاية تتر ديكوجين دي سنسان ترفاي كذا فهمت نمشي في الباتو مرتين روح في الطيارة في الرفاهية وجوي بها ولا بسلح النبي هاك فيسا فيسا مسيو ما بقيتش برش ما بقاش معصور في الليد والعشر التاريخ كي جيت السوارت علاش ما بقيتش غاد شنو صار علاش ما بقيتش غاد شنو علاش ما بقيتش غادي في إيطاليا ما بقيتش كل شيء بكتبت الله شريت كونترا دو دولابور بربع ملايين ثبت على روحي غادي كذا فهمتني جيتني مشكله هبطت بنتي هبطت شرادي الوالدين نهائيا الى تونس نهائيا ما عاودش رجعت ما عاودش رجعت اي ايش عملت ملي في تونس كي هبطت عملت في تونس جات الثوره من فضل الرب اه جات الثوره بعد برشا جي هبطت 94 اي 94 اي ما نبعنا الخضره بنيتي باش نعمل عمري ترى بعنا الخضره نمشي بالمقياس حتى يجيك السبات تجربتك الصغيرة هذية تعتبر تجربة فاشلة؟ لا تعتبر تجربة بيه وعبر الليان ونسح بيه الشباب بيه. كما نعرفوا الشباب معناها التونسي الحلم متاعه هو الهجرة وانت عندك التجربة باش تنصحهم؟ ننصحهم يصبر ويبعد على العذاب ويبعد على المشاكل ويجبد روحه ومخ خدم مخك في البيه خدمش مخك في الحاط في الخايب يعني تنصحوا بالهجرة ولا لا؟ ننصحوا بالهجرة. الهجرة؟ ننصحوش، كما شيء هنا بنيتي وكلها تغسل بعضها. ويمشي يشوفوا روح، ما دام مازال صغير وعنده لافونتاج في العمر يمشي يشوفوا روح. نقصد على الهجرة الغير نظامية راه. غير نظامية ما نسجعش عليها. يعني بحر وموت ومطيش غاجي ما نسجعش عليها، هذه ما نسجعش عليها. إي. يسألوا لهم أنت بالبحر بنيتي. سهلوا لهم التأشيرة عاد مش البحر سهلوا لهم اي سهلوا لهم التأشيرة البحر ما ينجمش يتسهل خاطره غير قانوني يعني يبقى ديما غير قانوني يعطيوه وانت مثال خدمة كذا لازم الدولة توفر له سبل العمل مثلا والا تسهل له تأشيرة باش يخرج في إطار قانون اي الدولة لازم معناها تسهل في الأمور هذي تعطيه تأشيرة كذا فهمتني ولا يمشي يبدا أموره واضحة من نهار له في الأوتيل يعمل فورماسيون كذا تبدا تجاوب به قلت لي في سياق الحديث رجعت على رضاية الوالدي هل والدي كانوا ضد الهجرة؟ لا والله له أمور قانونية الوالدة الله يرحمها سجعت أمور قانونية سجعت أما الهجرة غير قانونية ما مشيت ثلاثة ولا أربع مرات وما سالش فيها ربي فهمت؟ غير قانونية؟ مشيت مثال الرفراف كافز بيه بها وقوة نقعد في قونة وشار راس والبسونس ما جيش والمزوت ما جيش قديش هذا؟ هذه نحكي لك في 94 94 مش انت هجرت؟ هجرت مرتين انا هجرت في 94 مشيت في 96 ورجعت في 96 تفهمي فيا مرتين نمشي بالفيزا انا نمشي بالفيزا هذا ما شنو هي قلت لي غير قانونيه جربت زاد جربت مع صحابك تحكي لك شنو ما مشي يقول لك راه سير فيا وما سير فيا حكي تم السيسي معروف انا ملي مشيت نهار الاولاد هبطت في تورين وقلت للولاد دوري باسبور ولي ماما مش خبي عندها باسبور هذيك كيفاش عرفت قلت البارح حكي لها عليها فلان هي مشيت الماما ما يعرفش عليها يا ميتة يا حية خبيت عندها باسبور بعد تخبى عندها باسبور جيت مروز زفليسيد وصبالة خير ماما صبالة خير نجم تحكي لنا شنو المشكلة اللي صارت لك في إيطاليا؟ من ناحية شنو؟ قلت لي صارت لي مشكلة باش روحت إيه مش 70,000 مشكلة مش مشكلة كان مشكلة واحدة تتعادى 70,000 مشكلة تبدا حتى تبدا يراقد في منام ربي فهمتني ولا تعمل هكا تحل عينيك ماشي في بالك فهمتني ولا نعرف الساق هابدا تسمع كان ون 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 تخدم في ريسك انت بنيت خمش بالك صرا في ريسك تخدم ورقة وسيل وبيرو سكرتيرة ورفاهية ومن مغادي شنو خدمت؟ خدمت الخبر ايش خدمت؟ عادي ما خدمت بيرو وسيل وورقة علاش اخترت الطريق هذا مسيو؟ علاش اخترت الطريق هذا؟ عادي فورماسيون لا عندي شيء بنيتي خادم مش بيعلم الخضرة حتى ليه ما عرفش نحكي مش اقعد النهار ولا ثاني ثالث فلوس ولا تحومتك السوار الداخله خارجه مش تقول اخويا عصور في اليد ولا عشر التايرين عملت فلوس؟ ولا ايش؟ الوقت هذاك؟ الوقت هذاك كانت الليره فهمت؟ مسوره الحمد لله. معناها كنت تخدم في الريسك معناها خايف ماكش مرتاح. والله اللي يخاف من الريسك ما يخدموش بنيتي. مادام حاط انا حابس وحاط موت وكذا
بعدين باش واحد ما باش يبني دار باش يعاني كيس الشباب يجيب كيما تعرف يقبل لك حط كذبات في رقبته جاب موتور جاب حوايج جاب كريبه فهمت شنو واحد باش يجنى مش يجنى ريتال وهذا ما عملتهم انت في الوقت هذاك ولا؟ الوقت هذاك عملتهم شهرين وعشرين يوم ولا واحد شهرين وعشرين يوم نسكن في الاوتيل بنتي تمام فيا كل شيء في الاوتيل تم اوتيل كاريون الاوتيل غباء من غير منابة الميلان وكسر راسي وجيب سلاويات ومنه مغاد هو الفيتاليا غبار مول الاوتيل ما بيوز وشنو هو المشاكل اللي تعرضت لها نوعية المشاكل تفاصيل ما تعرفش علي الحاكم ينقز عليك يقول الرب تبدا قلبك في يديك صاروا لك هذم يعني انا بخمسة في خمسة سواق غادي كيف خمسة بخواته خايت انا اصبر بابا تابت من المشاع فهمتي بنتي شارينا 20 يوم مشيت فيهم ابيض قالوا لك تبدلت وهي واحد فهمتني ولا مشيت اسمر روحت ابيض واحد ابيض الهواء تبدل الهواء اخر يا غادي خبني دير كلب في فترين مشي كلب هنا يضربوا فيه بالعجل كلب بسبعة بليه كلب بستة قطوسة هذي ناس اسباني في برشلونة هنا كاك سبابة في جونسيان هو الكلاب كاك يمشي نخزر كنت لبت له تعمد قال لي يمشي قدامي تتسيس ضرب كلب ضرب عليه ستة سور شورتي عنده عمد الكلب عمل لك غشيت وخرب على السور سورس هذا به كان يعملوه قانون في تونس هكا لحمايه الحيوانات خويا حماد فهمتني ولا بك ما بك ما تتكلم لك شيء باش تحط لها شرب ماء ولا باش تجيب لها ترفع عليه بضرب السمنة بضرب حاجه تحط ترفع حليب وتحط لها حاجه قدام الدار شنو المش معناها انت هجرت الهدف انك تكون في وقت قصير وترجع لبلادك يرحم والديك الحمد لله وشكرا اما الريسك مسيو الريسك مش نعمل بنادي اما خير ما انت عندك اللغه لا عندك شيء لا عندك هذا فهمتي بنتي ولا هادي ولك ان شاء الله ناوي ثنيه ان شاء الله ربي يسهل له فيها ان شاء الله ناوي ثنيه خاطر كل عنده امهات وكل عنده فهمت بيات وكذا واحد فهمت وشباب عنده طموح حب يبني حب يقعد كيما جار وحب فهمت قاعد اسبوع تري سيجار وكابوسان ولا جيت قاعد سته من الناس يحكي لي ساعه بيقول لي لا من حجم بيت ثلاث اخوات تي واحد قلب وجه الحجر نسخ راجل كي يجي يحكي لك يمنا كي يقول لك ما عايز بالراجل كان الراجل ونعت الله على الراجل ما تعرفش بالراجل وبورسال الامور هذه واحد بجرب ومارس المهم توا لاباس الحمد لله والشكر لله واحد ما بتاعت ربي الحمد لله نخلي لك الكلمه الاخرانيه خلي لي كلمه الاخرانيه ننصح اخويا الشباب ماذا بيمشي بمور واضح سهلوا له في امور امور هنا سهلوا له فهمت كيف باش يقصد ربي امور واضحة فورماسيون كذا يعمل فورماسيون حاجه صنعه بين يديه وان شاء الله ربي يجري على السلاح وكاو عايش كي مسيو عايش كي